إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أحسن أن تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو كيف شفتوا من العنوان ماشي مبالغة ولا مزايدة، فيه الموضوع خطير. واحد المعلومة اللي نشرتها واحد الجريدة حبينا نشاركوها معكم الإخوان، ربما تفيدكم. قولوا ذكر فإن التكلة تنفع المؤمنين، يعني مسألة راهو خطيرة تتهم ذاك المعاهدة اللي كانت وقعت في المملكة المغربية اللي تخص التبادل الآلي للمعلومات. المسألة اللي ببساطة تتهم المراقبة وتبادل المعلومات ديال الحسابات والأرصدة البنكية ولا الممتلكات في البلد الأم. هاد المسألة هذه اللي كانت ترد ضجة كبيرة منذ شهور، يعني ما طيرات النعاس كي تنقولوا، خلقات واحد النوع من القلق والإزعاج والخوف، ويعني لدى أفراد الجالية المغربية بصفة عامة في أي بلد ديال الإقامة، لأنه تتشكل لهم خطر بالنسبة لهم. الناس اللي عندهم يعني أرصدة بنكية ولا ممسك عليهم الله ولا عندهم ممتلكات في البلاد وما كانوش يصرحوا بها بلاد الإقامة، يعني تيتهربوا من تهرب ضريبي، هذيك جريمة يعني تعاقب على القانون، يعني ممكن يمشيو يصرفوا مشاكل كبيرة في بلد الإقامة ديالهم. ومادام كان طرد جا، خرجوا لنا مسؤولين مغاربه، لا من وزارة، لا من الوزيره المنتدبه، لا من والي بنك المغرب، لا من السيد مدير مصلحه الضرائب، يعني تاكدوا تيقولوا بانه لا ما كاينش تبادل ذات المعلومات، هذه هي المعاهده. وحلو شي تيقول لك غادي تبدا نهار 25 في شهر 9 ديال 2021، شي تيقول لك لا ما تبداش السنة المقبلة، يعني كاين تضارب في الآراء. المسألة الإخوة اللي حبيت نشارك معكم اليوم هو واحد المقال اللي خرج في واحد الجريدة رقمية، خرج هذا المقال هذا في جريدة رقمية في إيطاليا تهتم بمجال ديال المال والأعمال، يعني الفينونسو أون جينيرال. بنات هذا المقال ديالها على واحد المقال اللي خرج في جريدة ديال دير سبيك نهار 16/20. يعني الإخوان اللي مقيمين في ألمانيا يقدروا يفيدونا ولا يقدروا يعزفونا معلومات أخرى ولا زيادة ولا يوضحوا لنا مسألة أكثر. الجريده ديال دير سبيغل نهار 16/6 خرجت هذا المقال تقول بان الحكومه الالمانيه حصلت على واحد السيدي، شرات واحد السيدي واحد القرص معلوماتي فيه معلومات ديال الاف المواطنين الاوروبيين، دوك الناس اللي عندهم ممتلكات، الناس اللي عندهم ارصده بنكيه، الناس اللي جايين رؤوس اموال في دبي. هاد الحكومه الالمانيه حصلت على هذا السيدي من دبي. غادي تقول لي سمير اش دخلنا حنا في دبي، حنا في المغرب وما في دبي؟ علاش حبيت نشارك معكم هذا الموضوع؟ لان الطريقه باش حصلت عليه من دبي ماشي طريقه رسميه، يعني ذاك المساله اللي الا تفكرتوا كانت وقعت الاخوان ديالنا في بلجيكا، فاش توصلوا الحكومه البلجيكيه بالمعلومات ديال الاخوان المغاربه، نط الحكومه المغربيه باش توصلي ديالها، قال لك لا حنا ما عطيناهمش، داك الشيء كان بطريقه غير رسميه. هذا الشيء هو اللي وقع دابا في هذه المساله في دبي. الحكومه الالمانيه اتصلت مع شخص، واحد الشركه خاصه يعني سريه غير مذكوره الاسم، هي اللي بعت لهذا السيد هذا في هذه المعلومات. بمجرد ما الحكومه الالمانيه علنت على هذا الخبر، الحكومات الاوروبيه بدات تتصل بها، واخر اتصال هو اللي تجري معهم الان نائبه وزير الاقتصاد الايطاليه السيده لورا كاستيلي، هي اتصال مع المسؤولين الالمان للحصول على المعلومات ديال المواطنين الايطاليين او الناس اللي عندهم علاقه بايطاليا، يا اما اجانب مقيمين في ايطاليا عندهم اقامات ولا جنسيه ولا هذه، المهم تطلب المعلومات اللي تخص ايطاليا. هاد المسألة كيف قلنا اش دخلها فينا حنا كمغاربة؟ هاد المسألة تعني انه رغم ان المسؤولين المغاربة كذبوا لنا كم مرة ان هاد السنة ما كاين والو، رغم التوقيع ديالها بانه كاين توقيع المعاهدة كاين وقعت على الحكومة المغربية، ولكن تيبقى هنا تيبقى الخطر وتيبقى الإمكانية ان حدوث نفس الشيء، يعني غدا ولا بعد غدا يتوصلوا اي دوله من الدول تاع الاوروبي ولا الدول الاجنبيه الاخرى، توصلها معلومات ديال المواطنين المغاربه مقيمين في البلاد عندها او عندهم جنسيه مزدوجه، ويتاخذوا معاهم اجراءات، تقوم الحكومه المغربيه تقول لك حكه لا راه ماشي حنا، راه هادشي داز على طريقه غير، كاين تصريبات بطرق غير رسميه وغير قانونيه للحصول على هذيك المعلومات ديال المواطنين المغاربه اللي مقيمين في الخارج. لذلك تنصح الاخوان، تنصحوا الجميع ديال الاخوان والاخوات ديالنا، استغلوا الفرصه مادام انكم نازلين لقضاء عطله ديال الصيف، ما تنساوش هذيك المساله اللي خطيره ممكن تسبب لكم مشاكل عويصه في الحياه ديالكم في بلد الاقامه. مادام انكم نازلين لارض الوطن، حاولوا تشوفوا حلول، اتصلوا بناس في المغرب، اتصلوا بخبراء في هذا المجال هذا ديال الضرائب ولا ديال المال ولا الاعمال، شوفوا حلول. الناس هذو تنهضروا مع الناس اللي عندهم يعني ارصده بنكيه اللي عطاهم الله من فضله الله يزيدهم، حاولوا تشوفوا شي طرق ديال تسويه ديال الوضعيه ديالكم قبل ما ترجعوا، باش تفادوا اي مساله، تفادوا اي خطر، لانه ممكن غدا ولا بعد غدا حتى الا تاكدنا بانه تصدقنا المسؤولين المغاربه وقالوا بانه ما كاينش هذاك التبادل الالي، ما غاديش يعطيوهم المعلومات هذه، ربما تحصل
مساله اخرى، لان تتعرفوا الدول اغلبيه دول العالم حاصله فيها ازمه ماليه خانقه، يعني ولاو تيقلبوا على الطريقه باش يجبدوا باش يحصلوا على المال وعلى الفلوس وعلى اليورو. يعني الطريقه هي هذه، تيحاربوا داروا بعض الاولويات ديالهم بين الاولويات اللي حاطين، خاصه الدول ديال الاتحاد الاوروبي، هو التهرب الضريبي. التهرب الضريبي تيقولوا شكون، يعني خصهم يجبدوا الفلوس من هاد الناس اللي تيتهربوا، دوك اللي ما تيصرحوا بوالو. هادي يعني يقدروا، كيف دابا شفنا الحاله ديال دبي، استثمروا 2 مليون ديال اليورو باش يحصلوا على قرش، عارفين من ذاك القرش غادي يجبدوا ملايين ملايين ديال اليوروات. ذلك الاخوان استغلوا الفرصه، ما تمشيوش للبلاد مناسبة ديال العطلة وهاد الفترة ديال الغيبة الطويلة على العائلة والأهل، وتلفوا وتنساو من الأولويات ديالكم اللي ديروا الإخوان، هما حاولوا تسويو الوضعية ديالكم المالية والضريبية واللي عندكم في البلاد. الإنسان اللي عنده إلقاء يشوف مع، يعني ما كاينش لا تحايل، ما تنقولكمش تحايل، الإنسان يسول خبراء اختصاصيين في هذا المجال هذا، ويشوف كيفاش يسول الوضعية ديالو باش إلا رجع ما يكونش عنده شي مشكل ولا شي خطر، لربما توقع تسريبات ولا يوقع البيع والشراء وتكونوا محميين. هذا اللي حبينا نشاركوا معكم الاخوان، وهو المقال كيف تشوفوا غادي نخليه لكم في الرابط. الانسان اللي بغى اي معلومات اخرى ولا هاتي راهو مشروع هنا راه الاشاره. هذا الاخوان كان هيك كتذكير وكنصيحه من الاخ سمير لكم، ونتمنى حد سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.